بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في المحاضرات الخاصة بالتدريب والتنمية الإدارية. هناخد في أول محاضرة التدريب والتنمية الإدارية بالشركات دولية النشاط. هنهتم في الشركات دولية النشاط بتحديد الاحتياجات التدريبية وكيفية تحديدها في هذه الشركات. بتشكل عملية تحديد الاحتياجات التدريبية الخطوة الرئيسية والهامة من خطوات العملية التدريبية والتي تسبق عملية تصميم البرامج وتقييم البرامج التدريبية. يوجد نوعان من الاحتياجات التدريبية: الاحتياجات الحالية، وهي احتياجات مرتبطة بمستوى الأداء الحالي. الاحتياجات المستقبلية، وهي الاحتياجات المرتبطة بالمستقبل والمدى الطويل، وهذه الاحتياجات يتم التنبؤ بها من خلال الحاجة المستقبلية للمديرين. يتطلب تحديد الاحتياجات التدريبية ثلاث مجالات: تحليل الفرد، أي التعامل على نوع المهارات والمعلومات التي يحتاجها شغل الوظيفة. تحليل العمل، أي تحديد نوع المهارات والمعلومات اللازمة لإتمام العمل. تحليل التنظيم، أي مدى ملائم التنظيم القائم للأهداف الموضوعة ومتطلباتها. بيوضح هذا الشكل تحديد الاحتياجات التدريبية: تحليل المنظمة، بيبدأ بتحليل الموارد البشرية، تحليل البيئة، تحليل المناخ التنظيمي. تحليل العمل، بيبدأ بتحليل الأداء الوظيفي المطلوب، المسؤوليات والمهام، معايير الأداء. تحليل الفرد، بيشمل من هم الأفراد الذين يحتاجون للتدريب، ما المؤهلات والقدرات والخبرات، ما هو التدريب المطلوب. بيهدف التدريب في الشركات متعددة الجنسيات إلى تطوير مهارات المديرين وتطوير مسارهم الوظيفي كجزء من برامج التدريب والتنمية الإدارية. ويتم ذلك بعديد من الوسائل، منها إرسال المديرين عديد من المرات إلى العمل بالفروع الأجنبية، وذلك لتكوين الإحساس الثقافي والخبرة بالثقافات المختلفة. التركيز على القيم والمعايير المشتركة، التركيز على تطوير إجراءات أساليب التنمية الإدارية، تحقيق الاندماج بين الأهداف الاستراتيجية ومحتوى العمل، تحديد وتعريف الخبرات المطلوبة لتوفير صف قيادي ثاني، الفهم والعمل بفاعلية مع الأفراد من ثقافات ومعتقدات مختلفة، فهم السوق الحالية والمخرجات العالمية والموردين العالميين. تحديد الاحتياجات التدريبية تتطلب الإجابة على مجموعة من التساؤلات، منها: ما طبيعة الواجبات الدولية الحالية للمنظمة؟ كيف يمكن تطويرها؟ ما المتطلبات الحالية والمستقبلية للمديرين الدوليين؟ ما سياسات وممارسات تطوير المديرين الدوليين؟ ولأي مدى يمكن مقابلة احتياجاتهم؟ كيف يتم وضع سياسات التنمية الإدارية الدولية بالشكل المناسب في ممارسات إدارة المسار الوظيفي؟ هل توجد مشكلة حالية أو مستقبلية يمكن تؤثر على تطوير وتجهيز المديرين الدوليين؟ طبعا الشركات دولية النشاط بتتطلب ان المديرين يسافروا الى فروع في بلاد اجنبية اخرى، فبالتالي ما هي الاحتياجات التدريبية للمدير المغترب في الشركات متعددة الجنسيات؟ يتطلب ذلك بالتدريب الثقافي، اي التدريب على ثقافة البلد المضيف. التدريب اللغوي، أحد التدريبات المطلوبة في عملية التدريب قبل المغادرة. التدريب العملي، ويتم تقديم مثل هذا النوع من التدريب لتحقيق تأقلم المديرين ومرافقيهم في البلد المضيف. تتعدد نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية. هنذكر نموذج واحد وهو نموذج ديرسكاي. النموذج ده ربط بمراحل تطور الخروج للسوق العالمي ومراحل استراتيجية في كل مرحلة، وربطها بسياسات التدريب وما يجب أن يكون عليه بالنسبة لكل مرحلة.
فلو أخذنا المرحلة الأولى مرحلة التصدير، بيبدأ العمل في شركات دولية النشاط، قد يبدأ بمرحلة التصدير. طب ما هي المهارات المطلوبة؟ التأكيد على المهارات الشخصية والثقافات الأجنبية والتعامل مع العملاء، وبيتطلب هذا تدريب لمواطن البلد المضيف لفهم منتجات الشركة الأم وسياساتها. المرحلة الثانية مرحلة السيطرة الدولية، وفي هذه المرحلة تبدأ الشركات دولية النشاط بفتح فروع لها في البلاد الأجنبية أو فتح شركات للاستثمار في البلاد الأجنبية. وبالتالي ما هي حاجة المديرين في هذه المرحلة في التدريب؟ تتمثل الحاجة في التركيز على المهارات الشخصية والثقافات الأجنبية ونقل التكنولوجيا وإدارة ضغوط العمل ومهارات الممارسة الإدارية والقانونية. بتتطلب برضو هذه المرحلة تقديم تدريب متوسط لمواطني البلد المضيف مع التركيز المبدئي على المنتجات وإجراءات الخدمات التي تقدمها الشركة. المرحلة الثالثة مرحلة اللي هي شركات متعددة الجنسيات. بعد التصدير وبعد عمل الشركات تأتي المرحلة الثالثة، التركيز على المهارات الشخصية، نقل التكنولوجيا، نقل القيم المشتركة، تقديم تدريب متقدم لمواطني البلد المضيف على التكنولوجيا والاهتمام بمصدر منتجات الشركة وخدماتها والثقافات المشتركة. المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة بقى الشركة لها فروع عالمية في عديد من بلدان العالم، فهنا بيتم التأكيد على الأنظمة والعمليات العالمية ونقل الثقافات المشتركة بين البلاد المختلفة. نموذج تطوير المغتربين التنفيذيين. طبعا هنا المغتربين هو المقصود لما بيغادر أي فرد بلده للعمل في البلد المضيف، بيبقى مطلوب له عدة برامج: برامج التوعية الثقافية، برامج اللغة، برامج المعلومات العامة. بالنسبة لنوعية التدريب الخاص يحتاج إليه مرشحين للعمل في الخارج، المستوى الأول تركيز التدريب على أثر الاختلافات الثقافية وزيادة وعي المرشح بهذه الاختلافات. المستوى الثاني كيفية تأثير المعايير والاتجاهات سواء كانت إيجابية أو سلبية على السلوك. المستوى الثالث تزويد المتدرب بالمعارف والخبرات الحقيقية حول الدولة المضيفة. المستوى الرابع تزويد المرشح بمجموعة من المهارات متعلقة بتعلم اللغة والقدرة على التكيف مع ظروف ومتغيرات البيئة الجديدة. هناك مجموعة من المهارات الثقافية الواجب تعلمها قبل الاغتراب، ومنها القدرة على الاتصال باحترام وفاعلية، القدرة على ألا تكون ذا نزعة تبريرية، قدرة على قبول النسبية فيما يختص بالإدراك والمعرفة عند الآخرين، القدرة على إظهار التقمص أو الاعتناق، قدرة على أن تكون مرنا، قدرة على إعطاء كل فرد دوره وحقه في الكلام، قدرة على تحليل الغموض. شكرا جزيلا.